تعرفي كيف يجيبوا الاولاد؟ في دوده اسمها علاقه. دوده بتمشي بتجي اساسا من الرجل، بتضلها تمشي 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 لحتى توصل عند الست. يعني البابا في عنده دود؟ بدي وحده ارجع احكي معها عن الحب والزهره. ادق ادق انا وصلت. انا مجوز وعندي اولاد، بس انت ما تواخذيني بهالكلمه مره مطلقه، خطر الناس تشوفنا مع بعض. من اول ما تجوزنا ما قضينا نهار مثل الخرب. عن جد؟ مدري ليش؟ بختار واحد اضرب. هي صعبه شويه اول كم سنه، بس بعدين يعني بصير اضرب. شو رأيك نجيب بعد مرة تانية؟ انت بحق لك بأربعة. اما تفتشي له على عروسه هالقد معجبة فيه؟ اختي ما عاد قادرة. بلا نخاف. انت طالع! لا! الدين مش لعبة هتلعب فيه مثل ما بدك. هي أصلاً ما بقى فيك تعيدها، ما بقى فيك ترجعها. وحدة بتحب تتجوز واحد يحترمها ويحبها. عايشة مع رجال وعم تظهري معه بالسر. بالحلال حيواني. شو حلو الإنسان يكون عنده مرة. خال أنا ما رح أتجوز كرمال صالح غلطة أنت عملتها. هذا الشرع ونحن مش حنعمل شيء مخالف للدين. يلا بتعرفي كيف يجيبوا الأولاد؟ كنت دايما وافق على كلامك. ايه لانه انا دايما معي حق.